هنسيب حضراتكم مشاهدينا مع فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كتابنا، كتاب قلوب عامرة، ونكمل ما بدأناه احنا في سورة نازعات. هنكمل بقى، كنا صححنا الآية 5، هنبتدي من الآية 6 إن شاء الله، نصحح النهاردة للآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِيرَةً. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فإنما هي زجرة واحدة. زجرة زج عنيكوا هنا زجرة وزجرة و ها يلا، ده من أحكام النون السكنة والتنوين. إذا جه وراها حرف من حروف الإدغام، سواء الإدغام بغنة هنغن، إدغام من غير غنة هنضغم بس من غير غنة، اللي هي اللام والراء. الواو من حروف الإضغام بغنة. بغنة، أحسنتم. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. يلا يا حنين، يوم من أول يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. يلا يا آدم، يقولون
أئنا لمردودون. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا فيرة 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 نشرة فيرة أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة إذا في إخفاء إذا كرة خاسرة إذا كرة قالوا بقى قالوا تلك قالوا تلك إذا كرة إذا بص لي يا آدم إذا كرة إذا كرة قولي كده بس كده قولي إذا كرة إذا لا إذا 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 كرة إذا كرة خاسرة خاسرة يلا يا عبد الله قالوا تلك إذا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أحسنت يلا يا شروق يوم ترجف ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة جميل يلا يا أنس يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة هي هي يا أنس مش بتاعتك دي مش بتاعتك دي تزعلني مش بتاعتك انت عندك إظهار كرة خاسرة تنوين عندك إيه اللي على التاء المربوطة تنوين مضموم أحكام النون الساكنة والتنوين إذا جاء وراها حرف من حروف الإظهار أبين النون ولا أخفيها؟ أبينها طيب ده أنت عندك حرف من الحروف الحلقية أهو حرف من حروف الإظهار بتعمل غنة ليه ما فيش أنا هأظهر على طول هتبقى إيه؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة أيوة أيوة كده كده أنس كده أنوسي غير كده ما تبقاش أنوسي خالص يلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أنس مش بقفل مش بقفل بقي في هنا ما أقولش هم هو هو فإذا هم بالساهرة يلا يا سارة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يلا يا سادم يقولون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما يا راجل أئذا كنا أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أحسنت صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم
اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا رفيقا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.